اتركوه لأخي. أخي أخي واقف، أخي واقف، اتركون أخي، اتركوه. بعده اتركوه لأخي، وإذا بدكن يعني خدوني أنا بداله. أخي عم يتعلم وما منه فايدة، ما رح ينفع. اتركوه يروح، خليه يهتم بأمي، أنا بجي معكن. الله شو لهالدرجة هاي أنت مضحي؟ ولهالدرجة هاي بتحب أخوك كمان؟ ولك ابني بتعرف التنظيم تبعنا محتاج لناس قلبها قوي مثلك، مضحي كتير ومغوار وكمان شو كانت الكلمة؟ بسيطة، عندك كل الصفات الحلوة ابني، عرضك تم قبوله، رح تنضم لنا. لا تعمل هيك أخي. بس الشق التاني من طلبك ما رح أقبله، ما رح أقدر حقه، أخوك رح يجي معنا كمان. شو عم تقولوا لك؟ لساته صغير، هو عم يدرس. أمي مين رح يهتم فيها؟ صغير شو لك؟ صار مثل الحمار، أمك لساته صبية وهي بتهتم بحالها. خليها تروح لعند القائم مقام وتاخد كرت أخضر وتاخد مساعدات الفقرة، وخليها توصل سلامي إلون. خلص فهمنا الحزب ومصلحته، ما فينا نضيعه مشان يضل عند المامر تبعك. جيبوه لشوف، جيبوه. تركوني تركوني يا كلاب، تركوا أخي. بعدوا عني، حرك معهن ولا بعدوا عني. الله تركوه. مظفر أخي، مظفر تعا رح خلصك منهم. مظفر لا تخاف يا أخي. اتركوا ولادي يا سلام، اتركوهم.